يبدو أن الإرهاب لم يرحم حيا ولم يرحم ميتا. بالأمس كانت هذه العملية الإرهابية في بنغازي في أحد أو في إحدى المقابر وفي إحدى الجنازات. كيف تابعت هذه العملية التي حدثت بالأمس في بنغازي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملية مقبرة الهواري أول أمس كانت عملية استخباراتية تركية بحتة. هذه العملية لها دلالات على أن العناصر الإرهابية من قائد القاعدة وداعش باتت تظهر في المشهد في المنطقة الشرقية من جديد. بني غازي منذ أن تم تحريرها لم تحدث فيها حوادث جسام مثل هذه الحادثة، فبالتالي هذه الحادثة لها دلالات ولها رسائل عديدة. الرسالة الأولى في هذه الحادثة هي أولا عندما يتقدم الجيش الليبي على كل المحاور في طرابلس وتقترب العملية العسكرية من الحسم، تظهر هناك يعني تداعيات أخرى في مناطق أخرى حتى تلفت النظر عما يحدث في طرابلس، بالإضافة على إلى أن هذه العملية جاءت للتغطية بعد أن طبعا يعني الإعلام المؤيد للدولة الليبية والمساند للدولة الليبية شن هجوما كبيرا ووضح للعالم وكشف للعالم عورة هذه الجماعات الإرهابية على ما فعلوه في جرحى الجيش الليبي في مدينة غريان. في مدينة غريان فعلوا يعني قتلوا الجرحى الجيش الليبي في المستشفى، وهي عملية لا إنسانية وتؤكد على أن هذه الميليشيات لا دين لها. فبالتالي عملية المقبرة الهواري هي عملية كانت تريد أن تستهدف عدد من قيادات الجيش الليبي، وتحديدا هذه القيادات من مثل اللواء ونيس بوخمادة وأحمد المسماري وكل القيادات التي ذهبت لتشيع اللواء خليفة المسماري إلى مسواه الأخير. فبالتالي هذه العملية تم رصد أن عدد كبير سوف يخرج إلى المقابر لتشيع هذه الجثمان، فبالتالي يريدون أن ينتقموا من هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يحرروا بني غازي وأن يكبدوا العناصر الإرهابية سواء من مجلس شورى بني غازي أو من تنظيم القاعدة أو من التنظيمات الإرهابية التي كانت تكتظ بها بني غازي قبل أن يتم تحريرها. بالإضافة إلى دلالة كبيرة جدا، وهي أن هذه العمليات الإرهابية وهذه الميليشيات الإجرامية لا تراعي حرمة موتى ولا حرمة مقابر، وهي أول استهداف للمقابر في ليبيا منذ اندلاع الأزمة ومنذ 2011 وسقوط النظام الليبي في 2011. هذه النقطة تؤكد على أن العمليات الإرهابية للجماعات الإرهابية المسلحة قد تستهدف مناطق أخرى مثل المساجد ومثل كل المناطق التي يوجد فيها تجمعات، بالإضافة إلى أن الدولة التركية نصبت العداء لقيادات الجيش الليبي من خلال الخطاب السافر الذي يعد تدخلا كبيرا في الشأن الليبي، عندما أعلنت تركيا أنها سوف تجعل عناصر الجيش الليبي وقيادات الجيش الليبي أفراد الجيش الليبي عناصر تستهدفهم القوات التركية، بعد أن أعلن الجيش الليبي أن تركيا تحارب على الأراضي الليبية وكل الأهداف التركية هي أهداف عدوة للدولة الليبية. فبالتالي يعني موضوع المقبرة لن تكون الأولى والأخيرة، وعلى أجهزة الأمن في بني غازي أن تتوقع أحداث يعني في الأيام المقبلة مثل هذه الحادثة التي حدثت بالأمس وخلفت 3 شهداء أو 4 شهداء من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. فبالتالي بالإضافة إلى أن هناك اجتماعات يعني عقب أي اجتماع مع قيادة تركية وقيادة من حكومة الوفاق أو الأفعال الإرهابية.